هذا يا جماعة التحميل، هذه اثنين كده، ثلاثة كده، أربعة هذه كده، أربعة يا جماعة جوا، هم الأربعة كده، خمسة هذا أبو بلال بيحمل، معلم مصطفى كده، ستة كده، ستة ستة سلامك كده، سبعة كده، ثمانية الله ينور أبو بلال كده، تسعة تسعة تسعة. هذا يا جماعة الناس أبو بلال ما. كده عشرة أبو بلال، كده عشرة ماشي. هذا يا جماعة العربيات حملت بالعرضين، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. تمام استلمت عددك؟ تمام يا أستاذ. كام وكام يا باشا؟ 29 و45. 29 و45 45. اللهم صل على سيدنا محمد. كام النولون أصلا؟ النولون 2000 بالمصاريف. تمام. لا هي 2000 وال50 بتاعت الراجل. غير كراميتي أنا؟ ها؟ غير كراميتي؟ كراميتك أنت، هذيك كوباية شاي إن شاء الله. عمي سعيد. حبيبي يا غالي. ها؟ الحمد لله رب العالمين، سلمت الامانه لاصحابها، اللهم لك الحمد يا رب، وان شاء الله باذن الله معاها لغايه ما اوصلها برضو باب المزرعه، بالصلاه على حضره ان شاء الله بفضل الرحمن، بالصلاه على النبي الله يوسع باذن الله. معلم مصطفى اذا عندك يا عم زياد، عندك الحبل الاولاني 29 والحبل الثاني 45، تمام كلهم في العربيه بمرضي الله والرسول، تمام. والعدد كان على ايدك، هو استلم بنفسه، ايوه العدد على يده، تمام الله يوسع عليه، ان شاء الله ربنا يوصلنا باذن الله بالف سلام. اللهم امين يا رب، اللهم امين، ربنا يرزقهم على شعرهم يا جماعه. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم حجي مسعد. بص حجي مسعد، والله العظيم درجة الحرارة وحشة، درجة الحرارة وحشة، أنا ما رضيتش أغطي نص العربية، ما رضيتش أغطي العربية كلها، غطيت نص العربية عشان البهايم نفسها ما تتكتمش وتوصل بالسلامة، هذه البهايم كلها. ورا نوريك، هات نوريك. ماشي. وري له بطل. يا باشمهندس مسعد، هذه البهايم أهي، احنا مغطيين نص العربية بس عشان خاطر الجو سخن، يعني بدل لا قدر الله ما تحصل حاجه للبهايم يبقى كده واخده الهواء، واللي حتخش جوا برضه يوصل لها الهواء، وان شاء الله ربنا يوصل المهندس بالسلامه باذن الله، وتوصل لك بهايمك 100 100 باذن الرحمن، وان شاء الله تبقى معامله طيبه يا شيخ. الله يبارك فيك حجي مسعد. فادي يا احمد، حجي احمد خلاص يا باشا كده، هذا هو حجي مسعد، هذا هو الغلط. انت مسافر معاه بقى؟ خلاص. هذا يا باشا العربيه، ودي حقي، دي حاجه ضروريه والله، البهايم عشان ان شاء الله توصل بالسلامه يا رب، ويا رب كده يبقى مش اخر تعامل، يعني يبقى التعامل رايح جاي باذن الله. نهايه الفيديو يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان تظهر معانا في قناه المزرعه. هم دكتور دول 9 خرفان، هم 9 خرفان دول يا باشا، متحملين في العربية، وده الريد السواق، وده ابو بلال اهو، ان شاء الله يوصلوا بالسلامة يا باشا. هذه يا جماعة حسن، ما شاء الله خرفان ولا رمسان دول عم حسن؟ خرفان. كم خروف؟ 30. كم داير السعر؟ مش هم حبل؟ حبل ايوه. كم السعر داير؟ 14. أيوه. الله ينور عليك احمد. هذا يا جماعه 30 خروف داير على 1400 جنيه. الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 30 خروف داير يا جماعه 1400 جنيه من داخل سوق ضراب ومحافظه اسواق. صلى على سيدنا النبي. لو عجبك الفيديو واشترك في القناة، خش كده اسفل الفيديو هتلاقي الاشتراك، وما تنسوناش في اللايك يا جماعة.
والصلاة على حضرة النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خش تابع الفيديوهات يا جماعة من سوق الغنم ومن سوق الماعز.